يعني اير جوردن 4 ب 300 جنيه؟ ب 300 جنيه عند الحنايه ب 40 جنيه مش مظبوط واسع مش واسع اشتريه طف يلا يو اهلا بكم في سلسله فيديوهات اعمل ايه؟ تعمل ايه لو عايز تشتري هدوم من الوجهات؟ ايوه المكان اللي بيبيع هدوم براندات روشه ورخيصه فمعانا خبيره الموضه والجمال والمال والاعمال منى علاء فيلا بينا نشوف الحوار ده هتنزل محطة جمال عبد الناصر وتطلع فوق عند صيدلية الإسعاف وتمشي على طول وهقول لك ازاي تروح شارع الوكالة نفسه بس احنا دخلنا الشارع ده عشان نجيبها من الأول خالص يعني ده أصلي؟ يعني ده براند؟ مش هتلاقي حاجات حلوة في الأول طبعا بس لازم يبقى عندك صبر وتدور في كل حاجة احنا ممكن ندور في مليون حاجة بس حاجة واحدة تطلع حلوة جامد قوي بس بايظ بايظ قوي بص هات الظهر كده بس جامد لو جبته هيبقى ستايل والله والله لا بص ستايل الشحاتة والله جامد قوي تحفة تحفة ب 200 جنيه انا جاي لك اهو حبيب قلبي ربنا يخليك حبيبي والله ايه ده صباح الفل ايه الاخبار ملك الروسكات في مصر ولع الدنيا بس حاجه زي كده اسمها سيبلت عادي 900 جنيه مبيعها ب 300 الله الله مدعم على التومين بننزل نقط وبنحاسب الرايس حاسب 300 جنيه بس سيريا وباركود مش على جوجل حلال عليك ببلاش اير جوردن 4 اصلي ب 300 جنيه بس مش مقاسي هو مش اير جوردن 4 بس اير جوردن هات اللبن اللي تحتيه كده اللي تحتيه الله بس متوسخ كده هنا ان انت ما عندكيش اوبشن مقاسات يعني هي وان بيس مقاسك مقاسك مش مقاسك خلاص بتقول له في ساده بني وفي الطريق هتلاقي حاجات حلوه كتير بس لما تخش جوه هتلاقي حاجات احلى بكتير فما تستعجلش على الشراء ايه رايك انا اشتريت وما تغلطش غلطتي لان انا قلت هشتريه وانا راجع ولما رجعت ما عرفتش المحل كان فين وكلهم شبه بعض ومن غير يفط فلو عجبك حاجه اشتريها على طول براند مش اي حاجه ب 175 انا احترت بقى زهقت بجد ده ايه رايك؟ يا اخي بالله عليك كيف تفكر جامد انا اشتريت اهلا وسهلا نعرف الحاجات الفرق بين الاوريجينال والعادي ازاي بقى؟ ده باي اتش اند ام اوريجينال 45 جنيه 45 جنيه اتش اند ام الو ممكن اصلحه جاكيت فيرزاتشي جلد طبيعي بس هو مرهق شويه ده تقيل قوي اوعى تحفه الحاجات هنا بس عايزه غسله وتبقى زي الفل لف كده هو حلو قوي بس بيتقشر هي الوان يعني بصي الالوان اللي بحبها بس صغيرين قوي طب عشان تروح على الوكالة على طول هتعدي الناحية التانية وتدخل النفق وتمشي مع الكوبري لحد ما توصل عند زاكي السماك الشارع اسمه بولاق الجديد يلا بينا جامد بيداب براند ده طول ما انا ماشي بسألها براند وكل الحاجات دي براندات اصلية اصلا بس اكترهم مش مشهور في مصر ريبوك اصلي في حاجة ولا نضيف اللي بيه كده اها فلو لقيت حاجه عجبتك دور فيها كويس قبل ما تشتريها عشان لو فيها قطع او متوسخه قوي بس الفكره ان انت ما تحاولش تفاصل هنا باي نوع من الانواع لانها حاجات رخيصه مش محتاجه انك تفاصل او يمكن عشان انا بختار احلى حاجه في المحل فمستحيل انزل لك فيها جنيه 5 جنيه هات واحده 5 جنيه يمكن فيها الحاجه بدل ما احنا تايهين فيها 150 كان هيشتريه ولقى واسع عليه الحمد لله والله جامد ما تهزرش اوريجينال يلا يا لهوي على الجمال ولو خدت بالك انا لابس شميز عشان يبقى سهل اغير بسرعه واقيس وتحتي تيشرت اسود عشان بيليق على كل الالوان تحفه براند صغير هو صغير بصراحة صغير أوي بس عاجبني ما اشتريه برضه لا براند
وبالنسبة لاختيار اليوم اللي تنزل فيه ما عنديش فكرة عن الموضوع ده، فممكن تفيدونا في الكومنتات. بس أنا نزلت يوم 4 عادي، كان يوم هوا قوي. تحفة، هشتريه ب40 جنيه أنام بيه في البيت أو أروح بيه حفلة. وفي النهاية حبيت أوصل لكم إنكم تقدروا تشتروا الحاجات الأصلية بأقل تكلفة ممكنة وأحسن وأرخص من البراندات نفسها. فمع اللي محاربة الأماكن ذات الثراء الفاحش، وقولوا لنا عايزين الفيديوهات الجاية فين، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وكومنت وشير وسبسكرايب والحاجات دي، وبس كده. فأشوفكم الفيديو الجاي. هب 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 هب. انا عندي بروجكت اسمه المثرف، بجيب فيه هدوم بعملها ريسايكلينج بعدين ببيعها عشان اقلل من استهلاك. الموضه السريعه